الدولة لازم تتحرك بمعدلات نموها عشان اولا تعوض العجز اللي كان موجود قبل كده في مرافقها. انت بتقول حاجة كريمة، احنا شغالين في مرحلة بنتمنى ان احنا نخلصها قريبا، يعني في مرحلتين تانيين. انت بتتكلم على حياة 60 مليون عايز تحسن من حياته. الحقيقة ان ربنا بيساعد اللي بيساعد. احنا بنتكلم في 300,000 شقة زي اللي في الأسمرات في اسكندرية وفي كل حتة في مصر. 300,000 شقة لو تسعروا النهاردة، سعروا النهاردة ب 300 مليار جنيه، نعمل أكتر وأكتر وأكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا. دايما بنى وتعمير وتنمية وإصلاح، بس مهم إن حياتنا الكريمة لكل أهلنا لكل الناس اللي ظروفها صعبة وبتقاسي ما نغوطش نتفرج عليهم.